بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإطارات والضباط وضباط الصف والأعوان، تحتفل بلادنا اليوم بكل فخر واعتزاز بالذكرى 54 لانبعاث قوات الأمن الداخلي والديوانه في مناخ وطني متميز يتفاني فيه الجميع لخدمة الوطن والطرح في سبيله والرفع من شأنه. وأن يتوجه بهذه المناسبة بأحر تحياتي وأطيب تمنياتي إلى سائر طرائف والأعوان العاملين في القوات الأمن الداخلي والديوانة والحماية المدنية والسجون والإصلاح حيثما كانوا من تراب الجمهورية والمدن والأرياف على الحدود البرية والبحرية. مجددا للتذكير بما يرمز إليه هذا الاحتفال من أبعاد نبيلة ومعاني سامية تجسم حرصنا على تكريس المقاومات السيادة الوطنية وتثبيت أركان دولة. يحيى إبراهيم، يحيى إبراهيم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ونشيد بهذه المناسبة بالنتائج الإيجابية البارزة التي سجلتها وحدات الأمن الداخلي والديوانة لحماية مجتمعنا من جميع المحافظات. يحيى بن علي، بارك الله فيك، روح بن علي، تفضل تفضل، بارك الله فيك، روح بن علي في المجلس السنترالي. الله فيك.